نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام فضيلة الشيخ، ورحمة بعد دفن الميت الحديث يقول يبقى قدر ما يذبح البعير، الجزور. ما أدري ما هذا هذا بارك الله فيك، أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكنه لا يوافق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشد إليه الأمة ولم يفعله الصحابة، خالفوه في هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، هذا هو المشروع. فيقول، يقف على القبر ويقول: اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ثم يصلي. نعم. أما المكث عنده فليس بمشروع.